عطل مفاجئ، عطل مفاجئ في احد القطارات بمحطه مترو الدقي. أيوة. حدث رباط مفاجئ في الفرامل زي كربشه في الفرامل، فطبعا الامر يستدعى ان الركاب لازم ينزلوا من القطر عشان القطر يمشي فوارغ، فتم اخلاء القطار من الركاب وتم سحب القطار الى اقرب محطه فيها تحويله زي محطه جامعه القاهره. فطبعا سحب القطار، المترو كان بيمشي، المترو معطل، كان بيمشي بسرعه 5 كيلو متر. طبعا احنا عندنا سرعه طبيعيه اصلا 80 كيلو، طبعا كان بيمشي بسرعه 5 كيلو متر، فطبعا ادى الى الى الى, إلى تكدس القطارات في الخط، كل ماشي على سكه واحده او على قضيب واحد، فادى الى تكدس القطارات والحمد لله ربنا. ايه حقيقه يعني ان كان في حالات اغماء داخل المحطه سواء محطه البحوث او الدقي او التحرير، يعني مش ميدان التحرير، شارع التحرير، ايه حقيقه ان في ناس اغمى عليها؟ لا هو حضرتك احنا سمعنا ان من وزاره الصحه ان كان في 16 حاله اغماء. طبعا احنا عندنا اصلا نقاط اسعاف داخل محطات مترو الانفاق، وفي عندنا في كل نقطه اسعاف في مسعف باجهزته بمعداته، وطبعا هو تلاقيه هو بقى بلغ وزاره الصحه على حالات الاغماء، لكن احنا ما عندناش علم بيها الا من خلال الاعلام عن وزاره الصحه. اوكي، لكن انتوا كهيئه المترو مش عارفين اذا كان في تحت في المترو حد اغمى عليه ولا لا؟ لا، ما هو حضرتك احنا بنقول حضرتك احنا عندنا خدمة داخل محطات مترو الانفاق، ما بين كل محطة ومحطة نقطة اسعاف، يعني داخل المترو عاملة نقطة اسعاف ما بين كل محطة ومحطة، وفيها مسعف بيخدم الركاب لو اي حد عنده اي حاجة طارئة بيتعامل معاه، ولو طلب او بيتعامل معاه، ولو طلب ان هو يتنقل اقرب مستشفى بيتنقل اقرب مستشفى عن طريق المسعف مع اللينك اللي هو عامله مع مرفق الاسعاف اللي هو طبعه. جميل. طبعا استاذ احمد احنا عايزين نطمن على عمليات الصيانه الدوريه اللي بتتم للقطارات، لان يعني الاعطال الخاصه بمترو الانفاق مش من المفترض انها تبقى اعطال كتير، يعني عمليه ان الفرامل قفشت بالبلدي يعني بنقولها. دي مش معتاده لو في عمليات صيانه دوريه، طمني انا والمواطنين على عمليات الصيانه الدوريه للقطارات الخاصه بمترو الانفاق. حضرتك احنا عندنا ثلاث ورش صيانه وفيها احدث المعدات، وفيها فريق الصيانه عندنا مدرب على احدث مستوى. عندنا ورشه صيانه خاصه بالخط الاول موجوده في الخط في ورشه طول البلد، عندنا ورشه صيانه للخط الثاني موجوده في شبرا وخيمه، عندنا ورشه صيانه للخط الثالث موجوده في العباسيه. كل يوم حضرتك الصيانه يعني عندنا فريق صيانه، فرق مش فريق بقى، فرق صيانه في الثلاث خطوط متواجدين على مدار اليوم بالكامل، في على منتشرين على الخط بالكامل، يعني في كل خط هتلاقي في كل خط في كل محطه فرق صيانه، لان العطل الطارئ اللي حصل زي امبارح بينزل على طول يتصرف، ما كانش في فرق صيانه. انتهى في قد ايه العطل يا استاذ احمد؟ هو بدايه العطل كانت الساعه 2:45 ونهايته كانت الساعه 3:08. بس حضرتك تكدس القطارات اللي حصل والازدحام اللي كان موجود امبارح كان زحام غير عادي. امبارح كان يوم الاثنين اول يوم في الاسبوع مع المحلات والورش اللي بتفتح في وسط البلد، فكان اول والناس بقى بتنزل تشتري بقى مستلزمات رمضان، وكان الدنيا كان في زحمه امبارح كبيره يعني. صحيح فحضرتك صحيح. فحضرتك من الساعه 3:30 يعني القطر بقى لما احنا شغلناه الساعه 3:10 كانت المترو خلاص انتظم، بس يبقى في بعض التكدس القطارات. فالساعه 3:30 في بعض الركاب ضربوا بلوف طوارئ لفتح الابواب، يعني بعدين هم بقى الركاب بقى تحس ان هم حسوا بالزحام او حسوا ان المترو لسه ما طلعش بسبب التكدس، فضربوا بلف الطوارئ اللي هو داخل القطار ما بين محطه محمد نجيب والسادات وما بين محطه الاوبرا والدقي وما بين محطه النزلات والخلفاوي، ومشيوا على القضبان. دي الصوره اللي حضرتك كنت بتشوفيها يعني. ايوه. بس طبعا احنا لما يبقى في اي راكب ماشي على القضيب ما ينفعش المترو يمشي. طبعا. ادى بقى الى ارتباك للحفاظ على ارواح المواطنين، وسير القطارات بسرعه منخفضه جدا. ده حاجه ثانيه يعني، ده غير غير الفرامل. طيب سؤال بقى يا استاذ احمد، انا اسفه للاطاله عليك يعني، لكن هو مش بيبقى في شرطه مترو الانفاق؟ يعني اي حد ينزل من القطار يمشي على القضبان، يعني المفروض المواطن ده يتشد على طول يخرج من المكان ده؟ يعني ما حدش يجرؤ في اي بلد في العالم ان هو ينزل على القضبان والا يبص يلاقي البوليس بيقبض عليه وجنحه يعني. دي سلوكيات. لا انا ماليش دعوه، المواطن يعمل ما بداله، لكن البوليس او الشرطه هي اللي تنفذ القانون. احنا عندنا البوليس والشرطه زي ما حضرتك بتقولي متواجدين في كل محطه. عملوا ايه بقى يا استاذ احمد؟ نزلوا تعاملوا مع نزلوا تعاملوا طبعا مع الاشخاص اللي هم المهندسين اللي نزلوا
ان هم وقفوا القطارات بالقوه بسبب الملف الطوارئ. ايوه. واخلوا السكه والمترو اشتغل، المترو اشتغل بسوء يعني اشتغل ساعه 4 وربع، كانت الحركه منتظمه تماما وعادت الى طبيعتها في الاتجاهين من شروق خيال المنيب. صحيح. طيب على العموم نتمنى النهارده الخطوط منتظمه. النهارده رئيس المترو، رئيس هيئه المترو موجود في اجتماع بشان غدا الاربع اللي ممكن يتم فيه افتتاح محطه السادات في وسط ميدان التحرير. باذن الله هيصدر امتى البيان الخاص بان هتتفتح ولا مش هتتفتح النهارده؟ والله حضرتك احنا منتظرين تعليمات نهائيه. ايوه. بالتنسيق مع شركه المترو ومع اداره شرطه المترو وشرطه النقل والمواصلات ووزاره النقل، تعليمات نهائيه فتح المحطه. ان شاء الله.